بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 43. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما ما أفتى به الحسن وإبراهيم ومالك في إحدى الروايتين عنه أن من شك هل انتقض وضوءه أم لا وجب عليه أن يتوضأ احتياطا ولا يدخل في الصلاة بطهارة مشكوك فيها، فهذه مسألة نزاع بين الفقهاء. وقد قال الجمهور منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابهم ومالكهم في الرواية الأخرى عنه إنه لا يجب عليه الوضوء، وله أن يصلي بذلك الوضوء الذي تيقنه وشك في انتقاضه. واحتجوا بما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. وهذا يعم المصلي وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. هذه المسألة مسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث على قولين كما سمعتم، منهم من يقول إنه يتوضأ إذا شك في الحدث، فإنه يتوضأ لتكون صلاته على طهارة متيقنة، كذا يقولون، وهذا من باب الاحتياط. والقول الثاني أنه يصلي ولا ينظر إلى الشك، ويعتمدون على حديث إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني ريحا، أشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا فليصلي، يبني على يقين الطهارة ولا ينظر إلى الشك. ولهذا يقولون من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإن الأصل بقاء الطهارة فلا يلتفت إلى الشك. نعم. وأصحاب القول الأول يقولون: الصلاة ثابتة في ذمته بيقين، وهو يشك في براءة الذمة منها بهذا الوضوء، فإنه على تقدير بقائه هي صحيحة، وعلى تقدير انتقاضه باطلة، فلم يتيقن براءة ذمته، ولأنه شك في شرط الصلاة هل هو ثابت أم لا فلا يدخل فيها بالشك. والآخرون: لكن الحديث يرد هذا، وهو إذا فلا ينصرف حتى يتيقن الحدث، إما بسماع صوت الحدث وإما بوجود رائحته، ومجرد الشك من غير مرجح لا يلتفت إليه، والأصل بقاء الطهارة، وهذا هو الصحيح. نعم. والآخرون يجيبون عن هذا بأنها صلاة مستندة إلى طهارة معلومة قد شك في بطلانها، فلا يلتفت إلى الشك، ولا يزيل اليقين به. نعم. ولهذا يقولون اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك إلا بيقين مثله. نعم. كما لو شك
هل أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة فإنه لا يجب عليه غسله، وقد دخل في الصلاة بالشك، ففرقوا بينهما بفرقين: أحدهما أن اجتناب النجاسة ليس بشرط، ولهذا لا يجب نيته، وإنما هو مانع والأصل عدمه بخلاف الوضوء، فإنه شرط وقد شك في ثبوته، فأين هذا من هذا؟ كذا يقولون. نعم. الثاني أنه قد كان قبل الوضوء محدثاً وهو الأصل فيه، فإذا شك في بقائه كان ذلك رجوعاً إلى الأصل، وليس الأصل فيه النجاسة، حتى نقول إذا شك في حصولها رجعنا إلى أصل النجاسة، فهنا يرجع إلى أصل الطهارة، وهناك يرجع إلى أصل الحدث. قال الآخرون: أصل الحدث قد زال بيقين الطهارة فصارت هي الأصل، فإذا شككنا في الحدث رجعنا إليه، فأين هذا من الوسواس المذموم شرعاً وعقلاً وعرفاً؟ فصل. نعم، هذه مسألة فقهية لا شك أن الخلاف فيها كما سمعتم، ولكن هذا ليس مما نحن فيه، وهو ترك الوسواس. هذا ليس بوسواس، هذا تردد بين أمرين، تردد بين أمرين: هل نبني على الأصل ونترك الشك، أو نبني على يقين الطهارة وهو ما تيقن الطهارة فيتوضأ. أما الوسواس هذا لا أصل له يبنى عليه، إنما هو من الشيطان فلا يلتفت إليه. نعم. فصل. وأما قولكم إن من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله، فليس هذا من باب الوسواس، وإنما ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فإنه قد وجب عليه غسل جزء من ثوبه ولا يعلمه بعينه، ولا سبيل إلى العلم بأداء هذا الواجب إلا بغسل جميعه. نعم. كذلك إذا تيقن أن في ثوبه نجاسة ولا يدري أين موضعها فإنه يغسل الثوب كله ليصلي في ثوب متيقن أنه طاهر. نعم. فصل. وأما مسألة الثياب التي اشتبه الطاهر منها بالنجس فهذه مسألة نزاع، فذهب مالك في رواية عنه وأحمد إلى أنه يصلي في ثوب بعد ثوب حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، وقال الجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي ومالك في الرواية الأخرى يتحرى فيصلي في واحد منها صلاة واحدة كما يتحرى في القبلة، وقال المزني وأبو ثور بل يصلي عريانا ولا يصلي في شيء منها، لأن الثوب النجس في الشرع كالمعدوم والصلاة فيه حرام، وقد عجز عن السترة بثوب طاهر فيسقط فرض السترة. وهذا أضعف الأقوال، والقول بالتحري هو الراجح، سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو قل، وهو اختيار شيخنا. نعم، القول الراجح وهو المذهب عندنا أيضا عند الحنابلة أنه إذا كان عنده عدة ثياب وتيقن أن واحدا منها نجس لكنه شك أيها، يقولون يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس ويزيد صلاة على عدد النجس ليتيقن أنه صلى في ثوب طاهر. نعم. وابن عقيل يفصل فيقول: إن كثر عدد الثياب تحرى دفعا للمشقة، وإن قل عمل باليقين. ابن عقيل من أئمة الحنابلة، وله كتاب في الفقه في المذهب اسمه الفصول، يقول هذا القول، يقول
يتحرى الثوب الطاهر ويصلي فيه والحمد لله. نعم. وابن عقيل يفصل فيقول: إن كثر عدد الثياب تحرى دفعا للمشقة، وإن قل عمل باليقين. قال شيخنا: اجتناب النجاسة من باب المحظور، فإذا تحرى وغلب على ظنه طهارة ثوب منها فصلى فيه لم يحكم ببطلان صلاته بالشك، فإن الأصل عدم النجاسة وقد فإن الأصل عدم النجاسة وقد شك فيها في هذا الثوب فيصلي فيه، كما لو استعار ثوبا أو اشتراه ولا يعلم حاله. نعم، يتحرى، هذا هو الراجح، أنه يتحرى وما غلب على ظنه أنه هو الطاهر صلى فيه وصحت صلاته وأجزأت والحمد لله. نعم. وقول أبو ثور في غاية الفساد: فإنه لو تيقن نجاسة الثوب لكانت صلاته فيه خيرا وأحب إلى الله من صلاته متجردا بادئ السوءة للناظرين. نعم، أما قول أنه يصلي متجردا من الثياب يصلي عريانا هذا قول لا وجه له، لأنه مأمور بستر العورة، مأمور بستر العورة ولو بثوب النجس، إذا ما وجد إلا ثوب نجسا فإنه يصلي فيه يستر عورته، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، وتجنب النجاسة هذا إنما هو من باب الترك، ترك النجس، وقد احتاج إليه فعند ذلك يصلي فيه ليستر عورته ولا يصلي عريانا بادي العورة. نعم. وبكل حال فليس هذا من الوسواس المذموم، هذا من مسائل الاجتهاد وليس هو من الوسواس، هذا من الاجتهاد المبني على تحري الحق والصواب وليس هو من الوسواس اللي هو من الشيطان. نعم. فصل. وأما مسألة اشتباه الأواني فكذلك ليست من باب الوسواس، وقد اختلف فيها الفقهاء اختلافا متباينا، فقال أحمد: يتيمم ويتركها، وقال مرة: يريقها ويتيمم ليكون عادما للماء الطهور بيقين، وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الأواني الطاهرة أكثر تحرى، وإن تساوت أو كثرت النجسة لم يتحرى. نعم، وإذا كان عنده أواني فيها ماء، كل واحد فيه ماء، ولكن بعضها نجس فلا يصح الوضوء منها، قيل يتحرى ويتوضأ، وما غلب على ظنه أنه هو الطاهر بنى عليه وصلى والحمد لله، وقيل يتجنبها كلها ويتيمم لأنه في حكم العادم للماء، الله جل وعلا قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا في حكم العادم للماء فيتيمم. نعم. وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الأواني الطاهرة أكثر تحرى، وإن تساوت أو كثرت النجسة لم يتحرى، وهذا اختيار أبي بكر وابن شاقلة. نعم. والنجاد من أصحاب أحمد. وقال الشافعي وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الأواني الطاهرة أكثر تحرى، وإن تساوت أو كثرت النجسة لم يتحرى، وهذا اختيار أبي بكر وابن بكر الخلال من الحنابلة. نعم. وابن شاقلة والنجاد من أصحاب أحمد. يقرأ شاقلة ويقرأ شاقلة، يقرأ شاقلة ابن شاقلة ويقرأ ابن شاقلة، كلاهما لغة. نعم. وقال الشافعي وبعض المالكية: يتحرى بكل حال. وقال عبد الملك ابن الماجشون، هذا مالكي
عبد الملك بن الماجشون هذا مالك. نعم. يتوضأ بكل واحدة منها وضوءا ويصلي كل الأواني، يعني لأنه إذا توضأ منها كلها تيقن أنه توضأ من واحد طاهر، لأن منها ما هو طاهر. نعم. وقال محمد ابن مسلمة من المالكية: يتوضأ من أحدها ويصلي ثم يغسل ما أصابه منه ثم يتوضأ من الآخر ويصلي. وقال طائفة: عدد الأواني، يعني كل هنا يتوضأ منه ويصلي. نعم، عدد الأواني. نعم، هذا صعب. نعم. وقال طائفة منهم شيخنا شيخ الإسلام بن تيمية، وقال طائفة منهم شيخنا: يتوضأ من أيها شاء، بناء على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير فتستحيل المسألة. نعم، ما دام الماء لم يتغير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، فالأصل في الماء الطهورية والحمد لله، فيتوضأ منه ويصلي ما لم يعلم أن هذا الماء نجس. نعم. وليس هذا موضع ذكر حجج هذه الأقوال وترجيح راجحها، وليست من الوسواس أيضا، ما تدخل في الوسواس لأنها مبنية على أدلة، يعني أدلة ما هي بأدلة نصية لكن أدلة بالتحري. نعم. فصل: وأما إذا اشتبهت عليه القبلة فالذي عليه أهل العلم كلهم. اشتبهت عليه القبلة، انتبهوا، إذا اشتبهت عليه القبلة، فإن كان في بلد إسلامي في هذا البلد مساجد ومحاريب فإنه ينظر إلى المساجد والمحاريب ويعرف القبلة منها، من هذه المساجد. وإن لم يكن هناك مساجد وهناك مسلمون يسأل المسلمين في هذا البلد وين القبلة ويصلي. أما إذا كان في بر، إذا كان في بر وليس عنده مساجد وليس عنده أحد من المسلمين يسأله، فإنه يجتهد ويصلي، صلاته صحيحة ولو أخطأ القبلة، قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قيل هذه الآية نزلت التهجد في السفر، وأن المتهجد يصلي على راحلته إلى أي جهة توجهت راحلته، يعني في الجهة التي يقصدها، يصلي إلى الجهة التي يقصدها ولا يتوقف ويعطل السير، يصلي إلى الجهة التي يقصدها. وقيل هذه الآية نزلت في قوم في بر اشتبهت عليهم القبلة، اشتبهت عليهم القبلة فاجتهدوا وصلوا، فلما أصبحوا رأوا أنهم صلوا إلى غير القبلة، فنزلت هذه الآية في تصحيح صلاتهم: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم. فصل: وأما إذا اشتبهت عليه القبلة فالذي عليه أهل العلم كلهم أنه يجتهد ويصلي صلاة واحدة. نعم. وشذ بعض الناس فقال: يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات، إلى الشمال والجنوب والشرق والغرب، أربع جهات. هذا شاذ هذا القول، والراجح أنه يصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها القبلة وصلاته صحيحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وشذ بعض الناس فقال: يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات، وهذا قول شاذ مخالف للسنة، وإنما التزمه قائله في مسألة اشتباه الثياب،
وهذا ونحوه من وجوه الالتزامات عند المضايق طرداً لدليل المستدل مما لا يلتفت إليها ولا يعول عليها. ونظيره التزام من التزم اشتراط النية لإزالة النجاسة، لما ألزمهم أصحاب أبي حنيفة بذلك قال بعضهم نقول به. ونظيره إزالة النجاسة لا يشترط لها نية، لأنها من باب التروك لا من باب الأفعال، فلا يشترط. فلو زالت النجاسة من غير نية، أصابها المطر حتى غسلها، أصابها ماء حتى غسلها، ولو ما نوى فإنها تطهر بذلك، لأن هذا لا يشترط له النية، من باب التروك لا من باب الأفعال، فلا تشترط له النية. نعم. ونظيره إدراك الجمعة والجماعة بإدراك تكبيرة مع الإمام، لما ألزمت الحنفية من نازعها في ذلك بالتسوية بين الجمعة والجماعة التزمه بعضهم وقالوا نقول به. نعم، كلها أقوال اجتهادية، ولكن الحمد لله الدين يسر، ومن اجتهد واستدل بدليل يرى أنه دليل فإن عمله صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. نعم. فصل. وأما من ترك صلاة من يوم لا يعلم عينها، فاختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال، أحدها أنه يلزمه خمس صلوات، نص عليه أحمد وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق، لأنه لا سبيل له إلى العلم ببراءة ذمته يقيناً إلا بذلك. إذا صلى خمس صلوات فإنه يقيناً صلى الصلاة التي شك فيها، فتبرأ ذمته بذلك. هذا هو قول هؤلاء. نعم. القول الثاني أنه يصلي رباعية ينوي بها ما عليه، ويجلس عقيب الثانية والثالثة والرابعة، وهذا قول الأوزاعي وزفر ابن الهذيل ومحمد ابن مقاتل من الحنفية، بناء على أنه يخرج من الصلاة بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبدون السلام، وأن نية الفرضية تكفي من غير تعيين كما في الزكاة، ولا يضر جلوسه عقيب الثالثة إن كانت المنسية رباعية، لأنه زيادة من جنس الصلاة لا على وجه التعمد. نعم. القول الثالث أنه يجزئه أن يصلي فجراً ومغرباً ورباعية ينوي ما عليه، وهذا قول سفيان الثوري ومحمد بن الحسن، ويخرج على المذهب إذا قلنا بأن نية المكتوبة تكفي من غير تعيين. وقد قال عبد الله ابن أحمد: سمعت أبي يسأل: ما تقول في رجل ذكر أن عليه صلاة لم يعينها، فصلى ركعتين وجلس فتشهد ونوى بها الغداة ولم يسلم، ثم قام فأتى بركعة وجلس وتشهد ونوى بها المغرب، وقام ولم يسلم وأتى برابعة ثم جلس فتشهد ونوى بها ظهرا أو عصرا أو عشاء الآخرة ثم سلم، فقال له أبي: هذا يجزئه ويقضي عنه على مذهب العراقيين، لأنهم اعتمدوا في التشهد على خبر ابن مسعود: إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك. وأما نعم، هذا العراقيين يعني الحنفية تبع أبي حنيفة، أو أهل الرأي عموما، أهل الرأي يقال لهم العراقيون. نعم. وأما على مذهب صاحبنا أبي عبد الله الشافعي ومذهبنا لا يجزئ عنه، هذا كلام الإمام أحمد. نعم. وأما على مذهب صاحبنا أبي عبد الله الشافعي ومذهبنا لا يجزئ عنه، لأننا نذهب إلى قوله: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم،
ونذهب إلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، هذا لفظه. قال أبو البركات، أبو البركات المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام، نعم. قال أبو البركات: فهذا من أحمد يبين أن قضاء الواحدة لا يجزئه لتعذر التحليل المعتبر لا لفوات نية التعيين، فإذا قضى ثلاثا كما قال الثوري اندفع المفسد، وبكل حال فليس في هذا راحة للموسوسين. ليس هذا من باب الوسواس، إنما هذا من باب الاجتهاد وتحري الدليل، وليس هو من باب الوسواس، نعم. فصل: وأما من شك في صلاته فإنه يبني على اليقين، لأنه لا تبرأ ذمته منه بالشك. نعم، إذا شك المصلي هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فإنه يبني على اليقين، يجعلها أربعاً لأن هي المتيقن، نعم. وأما تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه هل مات بالجرح أو بالماء، وتحريم أكله إذا خالط كلابه كلباً من غيره، فهذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رمى طائراً وأصابه فوقع في الماء فلا يدرى هل مات بالماء غرقاً أو مات بالإصابة، ما يدرى. إن كان مات بالماء فهو محرم لأنه ميت، وإن كان مات بالإصابة فهو حلال لأنه صيد. فشك في ذلك ماذا يعمل؟ هذا يترك هذا الصيد، يتركه لأنه مشكوك في حله. وكذلك إذا كلبه صاد صيدا لكن وجد معه كلب آخر، كلب صيد آخر لغيره، ولا يدرى أي الكلبين أصابه، هل هو كلبه أو كلب غيره، إنه يتركه أيضا، نعم. وأما تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه هل مات بالجرح أو بالماء، وتحريم الجرح هل مات بالجرح أو بالماء، وتحريم أكله إذا خالط كلابه كلبا من غيره، فهذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد شك في سبب الحل، والأصل في الحيوان التحريم، فلا يستباح بالشك في شرط حله، بخلاف ما إذا كان الأصل فيه الحل. هذا في حديث: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما لم تجد معه كلبا غير كلبك، يصير مشكوك فيه يتركه، لأن الحرام لا يستباح بالشك، نعم. بخلاف ما إذا كان الأصل فيه الحل فإنه لا يحرم بالشك في سبب تحريمه، كما لو اشترى ماء أو طعاما أو ثوبا لا يعلم حاله جاز شربه وأكله ولبسه، وإن شك لأن الأصل الحل، نعم. وإن شك هل ينجس أم لا فإن الشرط متى شق اعتباره أو كان الأصل وإن شك هل ينجس أم لا ينجس نعم وإن شك هل ينجس أم لا فإن الشرط متى شق اعتباره أو كان الأصل عدم المانع لم يلتفت إلى ذلك، فالأول كما إذا أتي بلحم لا يعلم هل سمى عليه ذابحه أم لا، وهل ذكاه في الحلق واللبة واستوفى شروط الذكاة أم لا، لم يحرم أكله لمشقة التفتيش عن ذلك. إذا كان هذا اللحم في بلاد المسلمين شك هل ذكر اسم الله عليه أو لا فإنه حلال، لأن الأصل أن المسلمين يذبحون على اسم الله عز وجل. أما إذا كان لحما مستوردا مثل وقتنا الحاضر، هذه اللحوم المستوردة من
من بلاد كتابية، لكنهم يذبحونها بالجملة، يذبحونها بالجملة بالماء الحار أو بأشياء تقطع أعناقها جميعا. هذه مشتبهة، الواقع أنها مشتبهة، لكن إن نظرنا إلى الأصل وهو قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قلنا يجوز أكلها بناء على الأصل. الله أباح لنا ذبائح أهل الكتاب، لأن وطعامهم يعني ذبائحهم، وإلا الطعام غير الذبائح هذا حلال حتى من الملاحدة ومن الكفار، لأن الأصل لأنه طعام ما يحتاج إلى زكاة، هذا ما يحتاج، حلال من أصله. لكن الذي يحتاج إلى زكاة إن كان جاء من بلاد شيوعية وثنية فإنه لا يؤكل، أما إن كان جاء من بلاد كتابية كاليهود والنصارى فإننا نأكله، لأن الله أباح لنا ذبائحهم ولم يشترط أن نتيقن كيف ذبحوها. الأصل في طعامهم الحل. نعم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن ناسا من الأعراب يأتوننا باللحم لا ندري. انتبهوا هذه المسألة. نعم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن ناسا من الأعراب يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا، مع أنه قد نهي عن أكل ما لم يذكر عليه اسم الله. سموا أنتم يعني تسمية الأكل، ما هو تسمية الذبح. تسمية الذبح أنما ذبح في بلاد المسلمين فإن الأصل فيه الحل الحمد لله، وأما ما جاءنا من بلاد الكفار إن كانوا كتابيين نبني على الأصل وهو حل طعامهم، وإن كانوا غير كتابيين لا، ما نأكله. نعم. والثاني: كما ذكرنا من الماء والطعام واللباس فإن الأصل فيها الطهارة، وقد شك في وجود المنجس فلا يلتفت إليه. نعم. فصل: وأما ما ذكرتموه. ولذلك نلبس ما نسجه الكفار أو ما خاطوه أو ما لبسوه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة في الغزوات يلبسون ثياب الكفار إذا غنموها ولا يغسلونها، ويأكلون في أوانيهم ولا يغسلونها، ما لم يروا أن فيها نجاسة فإنها تغسل. نعم. فصل: وأما ما ذكرتموه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما فشيء تفرد به دون الصحابة، ولم يوافق ابن عمر على ذلك أحد منهم، وكان ابن عمر يقول: إن بي وسواسا فلا تقتدوا بي. وظاهر ابن عمر رضي الله عنه مشهور بالتحري والورع، مشهور بالورع، فإذا خالف غيره من الصحابة فإننا نأخذ ما عليه الصحابة ولا نأخذ بما هو عليه، لأنه مبني على تحريه ومبالغته رضي الله عنه في التحري. نعم. وأما ما ذكرتموه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما فشيء تفرد به دون الصحابة، ولم يوافق ابن عمر على ذلك أحد منهم، وكان ابن عمر يقول: إن بي وسواسا فلا تقتدوا بي. وظاهر مذهب يعني عنده شدة في التحري، ما هو وسواس لكن شدة في التحري حتى يبالغ في ذلك رضي الله عنه. نعم. وظاهر مذهب الشافعي وأحمد أن غسل داخل العينين في الوضوء لا يستحب وإن أمن الضرر، لأن ابن عمر رضي الله عنه يبالغ في غسل العينين، يدخل الماء في عينه حتى عمي في آخر حياته رضي الله عنه من شدة مبالغته في إدخال الماء في عينه. الصحابة ما كانوا يعملون هذا، توضأ الإنسان ويغسل ظاهر وجهه ويكفي هذا. نعم. وظاهر مذهب الشافعي وأحمد أن غسل داخل العينين في الوضوء لا يستحب وإن أمن الضرر،
لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله قط ولا أمر به، وقد نقل وضوءه جماعة كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع بنت معوذ وغيرهم، فلم يقل أحد منهم إنه صلى الله عليه وسلم غسل داخل عينيه. وفي وجوبه في الجنابة روايتان عن أحمد، أصحهما أنه لا يجب وهو قول الجمهور، وعلى هذا فلا يجب غسلهما من النجاسة، وأولى لأن المضرة به أغلب لزيادة التكرار والمعالجة. وقالت الشافعية والحنفية يجب، لأن إصابة النجاسة لهما تندر فلا يشق غسلهما منها. وغلا بعض الفقهاء من أصحاب أحمد فأوجبوا غسلهما في الوضوء، وهو قول لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه. والصحيح أنه لا يجب غسلهما في وضوء ولا جنابة ولا نجاسة، يعني داخل العينين لا يجب غسلهما، إنما يغسل الظاهر فقط. نعم، وهذا أيضا يؤثر على العينين. نعم. وأما فعل أبي هريرة رضي الله عنه فهو شيء تأوله وخالفه فيه غيره، وكانوا ينكرونه عليه، وهذه المسألة تلقب بمسألة إطالة الغرة. قال أبي هريرة في حديث إن هذه الأمة يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم، هذه كلام أبي هريرة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قالوا هذا من كلام أبي هريرة مدرج في الحديث، يقتصر على ما جاء في الحديث ولا ينظر إلى قول أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، ما نطيل الغرة، لأنه يريد أن نغسل شيء من الرأس، نغسل شيء من الرأس لإطالة الغرة، هذا اجتهاد منه. فحد الرأس هو منابت الشعر، منابت شعر الرأس هذا هو حد الوجه من أعلى. نعم. وأما فعل أبي هريرة رضي الله عنه فهو شيء تأوله وخالفه فيه غيره، وكانوا ينكرونه عليه، وهذه المسألة تلقب بمسألة إطالة الغرة، وإن كانت الغرة في الوجه خاصة. يقول من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا تركه العلماء. نعم. وقد اختلف الفقهاء في ذلك، وفيها روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما تستحب إطالتها، وبها قال أبو حنيفة والشافعي، واختارها أبو البركات ابن تيمية وغيره، والثانية لا تستحب، وهي مذهب مالك، وهي اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية. والمستحبون يحتجون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل. فمن استطاع منكم، هذا حد الحديث، هذا من كلام أبي هريرة ما هو من كلام الرسول. نعم. فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، متفق عليه. ولأن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، قال لكنه الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي ما هو الوضوء المجتهد فيه من أقوال العلماء. نعم. قال النافون للاستحباب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها. نعم. والله سبحانه قد حد المرفقين والكعبين فلا ينبغي تعديهما، يعني للتحجيل، يزاد علشان التحجيل. نعم. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل من نقل عنه وضوءه أنه تعداهما، ولأن ذلك يعني تعدى الكعبين والمرفقين. نعم. ولأن ذلك أصل الوسواس ومادته، لأن إذا فتحنا هذا الباب دخل علينا الوسواس. نعم. ولأن فاعله إنما يفعله قربة وعبادة، والعبادات مبناها على الاتباع،
نعم. ولأن ذلك ذريعة إلى الغسل إلى الفخذ وإلى الكتف، وهذا مما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوه ولا مرة واحدة. نعم، لأنك إذا فتحت هذا الباب بعض المتشددين يمكن يطول الغسل، يغسل إلى الفخذين ما يقتصر على الكعبين، وهذا من فتح باب للوسواس وفتح باب للزيادة على المشروع. نعم. ولأن هذا من الغلو، وقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين، ولأنه تعمق وهو منهي عنه، ولأنه تعمق هو التنطع والتشدد. نعم. ولأنه عضو من أعضاء الطهارة فكره مجاوزته كالوجه. نعم. وأما الحديث فراويه عن أبي هريرة رضي الله عنه نعيم المجمر، وقد قال لا أدري قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. يقولون هو من قول أبي هريرة. نعم. روى ذلك عنه الإمام أحمد في المسند. وأما حديث الحلية فالحلية المزينة ما كان في محله، فإذا جاوز محله لم يكن زينة. نعم. فصل. وأما قولكم إن الوسواس خير مما عليه أهل التفريط والاسترسال وتمشية الأمر كيف اتفق إلى آخره، فلعمر الله إنهما يقولون أن الوسواس خير من التقصير، خير من التقصير، فنقول الوسواس لا خير فيه، لا خير فيه، والخير هو في الاقتصار على المشروع، هذا هو الخير. نعم. وأما قولكم إن الوسواس خير مما عليه أهل التفريط والاسترسال، ما فيه تفريط، هذا الاقتصار على المشروع ما هو تفريط، تفريط في ترك المشروع، وهذا ليس بترك للمشروع بل هو عمل بالمشروع. نعم. وتمشية الأمر كيف اتفق إلى آخره، فلعمر الله إنهما لطرف إفراط وتفريط وغلو وتقصير وزيادة ونقصان، وقد نهى الله سبحانه عن الأمرين في غير موضع كقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني لا تبخل، هذا كناية عن البخل، كأنك مغلول اليد، ولا تبسطها كل البسط فتسرف في الإنفاق والتبرعات، وهذا إسراف في البسط. الاعتدال هو الخير، الاعتدال والوسط هو الخير بين البخل وبين الإسراف. نعم. وقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم. وقوله وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. نعم، هذا من التبذير، زيادة على المشروع من التبذير. نعم. وقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، بين الغالي فيه وهو المسرف وبين الجافي عنه وهو المقصر. نعم. فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وخير الناس النمط الأوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين. خير الأمور الوسط في كل شيء. نعم. وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطا، وهي كذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا، لستم مع الغالين ولا مع الجافين بل وسط. نعم. وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطاً وهي الخيار العدل لتوسطها بين الطرفين المذمومين، والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط. نعم. والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف.
والأوساط محمية بأطرافها، فالوسط يسلم والأطراف معرضة للخطر. نعم. والآفات الغالي والجافي معرضون للأخطار، أما الوسط فهو يسلم من الآفات. نعم. والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف، والأوساط محمية بأطرافها، فخيار الأمور أوسطها. قال الشاعر: كانت هي الوسط المحمية كانت هي الوسط المحمية فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبح الطرفا. وسط المحمي، فالوسط محمي بطرفيه. نعم. فصل. يكفي. ومن يكفي فصل. ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس وما نجا منها إلا من لم يرد الله فتنته، ما أوحى الله قديما وحديثا ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور. بالقبور. نعم. هذه مصيبة. نعم. يكفي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: الوسواس الذي يحصل للإنسان في مسألة بداية الخلق، من خلق كذا ومن خلق كذا إلى أن يصل، هذا من الشيطان. هذا أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا من الشيطان، فإذا وصل إليه الإنسان فليقول: آمنت بالله وكفرت بالذين من دونه، ويتوقف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل السترة واجبة على المصلي؟ السترة مستحبة وليست واجبة، مستحبة للمصلي وليست واجبة، لا من شروط الصلاة ولا من واجباتها، وإنما هي من سنن الصلاة. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين للمسيء في صلاته لم يذكر السترة، بين له كيف يصلي ولم يذكر السترة في حديث المسيء الذي قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه الصلاة ولم يذكر السترة، دل على أنها مستحبة وليست واجبة. بعض الناس يغالون في السترة يعتبرونها واجبة وليس الأمر كذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الحرام صلاة الفجر في حجة الوداع، والناس يمرون من بين يديه، يطوفون من بين يديه، وليس بينه وبينهم سترة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لماذا لا يقرع بين الثياب إذا لم يعلم أيهما هو النجس؟ ما كلفك الله بهذا، تحرص اللي ترى أنه يغلب على ظنك أنه طاهر، صل فيه ويكفي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يشترط إذا أرسل الكلب المعلم يصيد بأن يسمي، لأن الصيد قد يموت من الكلب؟ أي نعم، إذا سمى عليه يأكل، وإذا لم يسمى عليه فإنه لا يأكل. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، هذين الشرطين: أن تكون أرسلته ولم يسترسل هو، هذا الشرط. الشرط الثاني أن تذكر اسم الله عند إرساله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز الصيد بالسباع المدربة كالذئاب والنمر وغيرها؟ لا، ما يجوز الصيد بغير الكلب، لا يجوز بالسباع، السباع ما تصيد لك. الله جل وعلا يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم، والذئب والنمر وذا ما يمسكها لك، يمسكها له، أي حرام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: المعروف في المطاعم هنا تقديم اللحوم المستوردة للزبائن،
هل من التكلف أن يسأل الزبون صاحب المطعم عن قدوم اللحوم كلما يريد الأكل في المطعم؟ لا، ما يسأل، ما يسأل، لأن الغالب أنها تذبح هنا، لأن الحمد لله اليوم مشاريع الدجاج كثيرة في المملكة، ويذبحون ويشترى منهم للمطاعم. التكلف لا يشرع التكلف في هذا، هو في بلاد المسلمين والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الضابط في الذي نقول أن هذه البلاد كتابية أم لا؟ لأن هذه الأيام أكثر البلاد تعلن العلمانية. يقولون العبرة بالحكم فيها، العبرة بالحكم فيها، إذا كان الحكم فيها بالشريعة فهي إسلامية، وإن كان الحكم فيها لغير الشريعة فليست إسلامية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الحلف بالذمة فيقول بذمتي أنه حصل كذا؟ ما يجوز الحلف بغير الله، لا يجوز لا بالذمة ولا بغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تربية الشعر وتغذيته للرجل تعد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشعر اللي هو الرأس إذا غذاه على صفة ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مستحب، وأما إذا غذاه على صفة ما يفعله الكفار أو أشباه الكفار فإنه لا يجوز، والحقيقة أنه يتبع البلد الذي هو فيه، فإذا كان يغذي شعره على السنة وفي البلد من يعمل هذا فلا بأس، أما إذا كان ما في البلد أحد يعمل هذا وهو يعمله يصير هذا من الشهرة بين الناس، يصير من الشهرة بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشهرة ولباس الشهرة. نعم. وهذه السنة الحمد لله ما هي بواجب ولا شرط ولا، فإذا كان يلحقك من أهل البلد لوم أو استغراب اترك هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شخص مسافر على وسيلة نقل ولا يستطيع الوقوف، فهل يصلي صلاة الفريضة قبل خروج وقتها وهو راكب؟ إيش؟ أحسن الله إليكم، يقول: شخص مسافر على وسيلة نقل ولا يستطيع الوقوف. ليش ما يستطيع؟ ما هو يسوق السيارة ومعه المفتاح، ليش ما يوقف ويصلي؟ يستطيع الوقوف. أما إذا كان إنه في باخرة أو في مركب أو في طائرة ولا يستطيع، ويصلي على حسب ما تيسر له. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة. المهم إذا كان يتحكم في المركوب ويتوقف ويصلي، إذا كان ما يتحكم فيه فإنه يصلي على حسب حاله. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان الإنسان في الطائرة وحضرت الصلاة فهل يلزمه استقبال جهة القبلة؟ نعم، في الطائرة ما أمكنه يمكنه استقبال القبلة، عند المخارج، عند في طريق المارة بين الكراسي يمكنه، ما اتقوا الله ما استطعتم، مهما استطاع فإنه يصلي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إن كانت الطائرة تهبط في آخر الوقت يؤخر الصلاة إلى أن تهبط الطائرة ويصلي بعد ما تهبط، أما إذا كان يخرج الوقت وهي مما لا يجوز جمعها مع ما بعدها فإنه يصلي على حسب حاله وإمكانياته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول:
هل الزيادة في الدين بسبب الوسواس يسمى بدعة؟ هذه ما تعمدوا، لو كان متعمد الزيادة يسمى بدعة، لكنه ما تعمد، فإذا كان ما تعمد فلعله يعذر في هذا، نعم، لأن هذا نوع مرض. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، ألا يدل على الحل عند التسمية؟ لا، هذه التسمية اللي على الطعام، سم الله وكل بيمينك، هذه التسمية التي على الطعام، ولست بمكلف أنك تبحث عن التسمية في البلد. البلد الأصل فيه أن الذابح يسمي، والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما المعيار في الوسطية في الدين؟ لأني سمعت شيخا يقول: لا تطل لحيتك ولا تحلقها، لكن انقص منها قليلا لأن الدين وسط. لا، هذا كذاب. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أرخوا اللحى. الرسول أمر بإرسالها وإعفاء، أعفوا اللحى، فلا يتعرض لها لا بقص ولا بنتف ولا بتعديل ولا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما معنى إطالة الغرة؟ إطالة الغرة هذا من كلام أبي هريرة، ما هو من الحديث. الحديث أنك توقف على حدود الوجه، حده من أعلى منابت شعر الرأس ومن أسفل مجموع اللحيين ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو الوجه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قال لي أحد طلاب العلم: لا تتعب نفسك بقراءة كتب الفقه، عليك بأهل الحديث فهم أقرب إلى الصواب وأقل تكلفا، فهل هذا الفقه مأخوذ من الحديث يا أخي؟ فقه أهل السنة مأخوذ من الحديث، ولا يزهد في الفقه إلا إما إنسان جاهل، وإلا إنسان يدعي الاجتهاد في هذا الوقت، ولا ما تأهل للاجتهاد، وليس فيه شروط المجتهدين، ما له إلا يقلد، لكن يقلد مع تحري الدليل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: شخص صلى العشاء مع الجماعة، فلما فرغ منها تذكر أنه لم يصلي المغرب. شخص صلى العشاء مع الجماعة فلما فرغ منها تذكر أنه لم يصلي المغرب، فماذا يفعل؟ صلي المغرب، ويسقط الترتيب بالنسيان، يسقط الترتيب بنسيانه. إذا صلى وذكر عليه صلاة فائتة قبلها يصليها وخلاص، الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إزالة نجاسة الخارج من السبيلين، هل تحتاج إلى نية حتى أتوضأ أم لا؟ كل النجاسات إزالتها ما تحتاج إلى نية، لأنها من باب التروك، فإذا زالت النجاسة بنفسها أو زالت بشيء أزالها فإن هذا يكفي، والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ولذلك لو كان على الأرض نجاسة وجاء السيل ومشى عليها طهرت، وأنت ما غسلتها ولا دريت عنها، لكن السيل طهرها، خلاص زوالها تطهير للأرض. نعم. حتى قالوا إن الشمس إذا ضربتها وأزالت الرائحة وأزالت الأثر تطهر، والريح تطهر أيضا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أحيانا مسائل بسيطة والخلاف فيها يسير، أحيانا تأتي مسائل بسيطة والخلاف فيها يسير، ويأتي بعض المجتهدين
بأقوال تكلف على العباد، فكيف يكون هذا الاجتهاد معتبر؟ من هو المجتهد في هذا الوقت؟ ما فيه مجتهد، ما بلغوا مرتبة الاجتهاد، عساهم يحسنون التقليد، ما يحسنون حتى ولا التقليد. فهذه أمور ينبغي المسلم أنه يتأدب مع أمور العلم وأمور مسائل العلم، ولا يدعي مرتبة لم يصل إليها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يصلي عكس القبلة في مصلى القطار؟ أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يصلي عكس القبلة في مصلى القطار، ولما علم اتجاه القبلة استدار جهة القبلة وأكمل صلاته دون أن يقطعها أو يعيدها؟ ما يخالف إذا أنه بدأ الصلاة، اجتهد وبدأ الصلاة إلى غير القبلة ثم علم الاجتهاد الاتجاه الصحيح وانحرف إليه، فصلاته صحيحة والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الائتمام بالمسبوق؟ إذا كنت متفق معه من قبل، جيت والإمام في آخر الصلاة وقلت إذا سلم الإمام تكون أنت إمامنا فيما بقي فلا بأس، أما إذا لم يحصل اتفاق بينكم فلا يكون إماما في أثناء الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الائتمام في صلاة الفريضة بإمام يصلي النافلة؟ لا بأس، يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، وهذا فعله معاذ رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج فيصلي بقومه، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم ينكر عليه، فتجوز صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس، والمتنفل خلف المفترض أيضا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ورد في الأثر أن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، هل المقصود متابعة الأخبار التي تذاع في وسائل الإعلام ومعرفة أحوالهم، أم المراد معنى آخر؟ أولا الحديث هذا ما هو صحيح، هذا فيه كلام لأهل العلم، وثانيا ما هو بهذا من الاهتمام بأمور المسلمين، الاهتمام بأمور المسلمين حل المشاكل، ما هو بس أنه يطلع عليها، هذا ما هو باهتمام، إذا كان يقدر على حل المشاكل فهذا من الاهتمام بأمور المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شخص مسلم توفي وسيشحن جثمانه إلى بلده ليغسل ويكفن ويصلى عليه هناك، هل لي أن أصلي عليه في المطار قبل تغسيله؟ لا، ما تصح الصلاة على الميت حتى يغسل ويكفن، ما تصح الصلاة عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عندي عزوف عن العلم بعدما كنت كثير المدارسات، فما نصيحتكم أحسن الله إليكم؟ نصيحتنا أنك تسأل الله أنه يسهل عليك طلب العلم، وأن تعاود ما كنت من قبل من ملازمة مجالس العلم، ترجع لك الرغبة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم اتخاذ حالق اللحية كشاهد في عقد الزواج؟ تصح شهادته، تصح مع معصيته، هذا مسلم عاصي تصح شهادته لا بأس. نعم. ما بلغ مبلغ يعني رد الشهادة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول:
ما الطريقة الشرعية لنصيحة الوالد وإنكار المنكر عليه؟ وهل الإلحاح في الإنكار ينافي البر؟ عليك باتباع الأسلوب اللطيف والملاطفة معه ودعوته بالحكمة والموعظة الحسنة، تلطف معه لعل الله يهديه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هناك حرج في قراءة أذكار الصباح؟ تقرؤون يعني تقرؤون دعوة إبراهيم لأبيه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، يردد كلمة يا أبتي إشفاقا عليه، فأنت تلطف معه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هناك حرج إذا قرأت أذكار الصباح عند طلوع الفجر وقبل أن أصلي الفجر؟ ما يجزي قبل صلاة قبل طلوع الفجر. الأذكار الصباحية إذا طلع الفجر، الأذكار المسائية إذا غابت إذا دخل وقت الظهر، يبدأ الذكر المسائي من زوال الشمس يعني دخول وقت المساء، ويبدأ الأذكار الصباحية من طلوع الفجر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل يريد أن يشتري شققا سكنية، ولكن يوجد في شقة واحدة لعب قمار ولا يستطيع أن يخرجهم. سؤال: هل يجوز له أن يشتري هذه الشقق؟ يشتريها، لكن هذه الشقة اللي ما يستطيع إخراج العصاة منها لا يشتريها، يشتري الشقق السليمة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يوصف الله بأنه يغار؟ لأنه يغار. يغار؟ نعم. أي نعم، هذا في الحديث الصحيح، إن الله يغار، الله أغير سبحانه وتعالى أن تؤتى حرماته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يدخل في صلة الأرحام أن يصل الرجل أخته من الرضاع؟ وهل هذا من الواجبات؟ لا، الرضاع ليس مثل النسب وليس مثل القرابة، بس في التحريم فقط، أنه في التحريم، وأما أنه له حق القرابة لا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لم أزكي مالي منذ 15 سنة، ماذا أفعل إذا تبت وأردت الزكاة؟ تخرج الزكاة، تحسب زكاة هالسنين الفائتة، تحسبها وتخرجها، تجملها وتخرجها، ما تبرأ ذمتك إلا بهذا، لأنها دين لله عليك، فتحسبه وتخرجه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يذكر بعض العلماء في كتبهم قصصا وأحوال بعض الناس الذين عرفوا بالحماقة، وهذه القصص فيها استهزاء ببعض الشعائر، فهل يجوز نقلها؟ وما عذر العلماء في ذكرها؟ ما شفنا كتب من هذا النوع، لكن في كتاب لابن الجوزي رحمه الله نوادر الحمقى، حمقى من القراء، الحمقى من القضاة، الحمقى من كل صنف يذكر لهم حمقى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما الذي يترتب على معرفة الفرق بين الدم المسفوح وغير المسفوح؟ المسفوح هو الذي يخرج من الأوداج، هو الذي يخرج من الأوداج وقت الذبح يشخب، هذا المسفوح. وأما غير المسفوح فهو المتبقي في اللحم، أنت تأكل اللحم وفيه بقايا دم، ما في لا بأس، هذا مباح، ما هو مسفوح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول:
هل دم الإنسان نجس؟ بلا شك، كل ما لا يؤكل لحمه فدمه نجس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عندي مطعم في أمريكا والحمد لله، وفي شهر رمضان ما زال مفتوح للعمل. ما زال مفتوحا للعمل؟ لا، ما يجوز في النهار، ما يجوز تفتح وأنت مسلم، ولو كان اللي يجلسون فيه كفار ما تفتح، هذا تغلقه في نهار رمضان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: امرأة حجت ووضعت الكمامات على الفم والأنف، وسألت شيخا في الحملة وقال لها عليها الفدية، فهل قوله صحيح؟ امرأة حجت ووضعت الكمامات على فمها وأنفها، وسألت شيخ الحملة وقال لها عليها الفدية، فهل قوله صحيح؟ لا، ما هو صحيح. المحرمة منهية عن لبس البرقع والنقاب، البرقع والنقاب، أما أنها تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب فلا بأس بذلك، ولذلك إذا مر بها الرجال تغطي وجهها، كما قالت عائشة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أشكل علي الجمع بين ما سمعته في درس الأصول الستة بأن المسلم إذا لم يكن مجتهدا مطلقا ولا مجتهد مذهب أنه يذهب أن يكون مقلدا، وبين القول أنه لا يجوز التقليد في الدين. يجوز التقليد عند الضرورة، إذا صرت ما أنت مجتهد مطلق ولا مجتهد مذهب تكون مجتهد، تكون مقلد بلا شك. فاسأل أهل العلم، الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا تقليد، لأنك ستعمل بما يقوله هذا العالم الذي تسأله، وهذا تقليد، هذا إذن من الله بالتقليد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عندي عم ينكر السنة ويستهزئ بأحاديث السمع والطاعة، وقد ناصحته كثيرا ولا زال على موقفه ولم يتغير، فما الحكم الشرعي معه؟ هناك طائفة ضالة يسمون القرآنيين، يقولون: نحن ما نعمل إلا بالقرآن، هذه طريقة الخوارج، الخوارج هم اللي ينكرون السنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز قول ونعم بالله؟ هل يجوز القول ونعم بالله؟ ونعم بالله؟ نعم، يعني نعم الله جل وعلا، هذا من باب الثناء على الله، لا بس من باب الثناء على الله، نعم الله جل وعلا، إن الله نعم ما يعظكم به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الابتداء بالسلام واجب؟ لا، الابتداء بالسلام سنة ورده واجب، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فرد السلام واجب، أما البداءة به فهي سنة. نعم. أحسن الله إليكم، ويقول: وإن لم يكن واجبا فما الصارف الذي صرفه من الوجوب إلى الاستحباب؟ وما الدليل على الوجوب؟ نسألك أولا: ما الدليل على الوجوب، على أن رد، على أن البداءة بالسلام واجبة، ما هو الدليل؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الحلف بقوله فلعمرك؟ هذه تجري على اللسان من غير قصد، لعمرك هذه تجري على اللسان من غير قصد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الطريقة الصحيحة لتخليل اللحية؟ تخليل اللحية يعني في الوضوء،
نعم. اللحية إن كانت كثيفة يعني ساترة للجلد فيكفي غسل ظاهرها، وإن كانت اللحية خفيفة يرى الجلد من ورائها فلا بد من عركها مع الجلد مع ما وراءها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن رجل بيت النية من الليل لصيام عاشوراء ووضع ماء عند رأسه ليكون سحورا له، ثم استيقظ بعد الفجر بنصف ساعة وشربه ظانا بقاء الليل، فهل صيامه صحيح؟ إذا لم يتعمد فصيامه صحيح، إذا لم يتعمد الشرب فصيامه صحيح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا كان إمام المسجد طالب علم ويرى جواز المسح على الجورب المشقوق أو غير الصفيق وهو يصلي بنا ويمسح عليهما وهو يصلي بهما ويمسح عليهما، فهل أصلي خلفه؟ إذا كان الشق كثيرا، إذا كان الشق كبيرا ويمسح عليه فهذا ما يجوز، نبهوه على هذا. أما إن كان الشق يسيرا فهذا يتسامح فيه بعض العلماء. نعم. انتهى انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. نعم. الدرس الواحد.